مين ابن المحظوظه اللي جاي لنا دلوقتي ده؟ مين؟ مساء الخير. استنوا لي يا فندم. دي شقه الاستاذ نبيل شرف. اه يا فندم اهو اتفضل. اهلا وسهلا. حضرتك استاذ نبيل؟ ايوه يا فندم. اهلا وسهلا. فرصه سعيده. معلش متاسفين كان عندنا عيد ميلاد فتلاقي الدنيا ملخبطه شويه. كل سنه وانتم طيبين. حضرتك في الصحه والسلامه. طبعا حضرتك مدام ساميه. ايوه حضرتك مين؟ انا فايق غالب المحامي. وده البيزنس كارت بتاعي. اهلا وسهلا يا فندم. هو في سابق معرفه قبل كده؟ لا حضراتكم ما شفتونيش قبل كده ولا انا شفتكم. بس انا اتحكى لي عنكم. اتحكى لك عننا من مين؟ من قاصد بيه خير. قاصد خير؟ وده ايه اللي فكروا بينا ده؟ ده مين قاصد ده يا بابا؟ لا ده معرفه قديمه بس بقالنا سنين ما شفناهوش. وللاسف مش هتشوفوه تاني. لانه مات. لا حول ولا قوه الا بالله. عشان كده بقى انا هنا. يعني حضرتك هنا علشان تبلغنا انه اللي اسمه قاصد خير مات. فعلا دي وصية المرحوم قبل ما يموت وكان لازم التزم بيها. وصية ايه وبتاع ايه؟ ما تقول من الاخر انت جاي هنا ليه؟ انا جاي عشان اسلمكم نصيبكم من التركة. تركة؟ نصيبنا؟ طب واحنا من؟ هو كان من بيت عيلتنا؟ هو ده فعلا. مين وسيلة هنا؟ انا. اهلا وسهلا. واضح كده انه من العيله. ده لان قاصد بيه كتب كل التركه بتاعته لبنته وسيله نبيل شرف وخص بالتلت لامها مدام سلمى.